علاماته هو فتره حضانه كل حضانه يعني ما بلغ على علامات من اسبوع لا ثلاث اسابيع يعني يدخل البث يسوي انه تعتمد على مناعته مناعه ضعيفه سلبيه احنا بنسمي حمى التايفويد لازم عنده حمى يعني مو جانبيه تيفو مو صحي هذا ما ويصفي المعروف هو حتى نسوي تحاليل هسه يجي من يوم الافلام يعطي علاج فلوس نسوي تحاليل ما صار زين او ظلت السخونه ثلاثين ثلاثين مسخن السخونه مالته مو مسمعه فلوس لاكتوز تصعد وتنزل يسخن ويروح فلوس لا انا مسخن هذا الشيء مسوي اول يوم ظلت ثلاث ايام مسخن لعبان نفس فحص جلدي لون وردي صداع لغسيل ديني ما عنده ضغط غسيل ديني